أسعد الله أوقاتكم. الكل والجميع يبتغي الحصول على الاستقلال، فالزمن زمن الاستقلال، ولكن لكل مجموعة وجهة نظر عن الاستقلال سنة 1956. الاختلاف في وجهات النظر، بل التناقض في وجهات النظر، في الحسابات السياسية التي قادت جيش التحرير إلى خوض تجربة مريرة في الاستمرار في النضال من أجل تحرير الوطن من الاستعمار وعدم الرضا باستقلال شكلي ومنقوص بعد التضحيات الكبيرة. بهذا المعنى قاد جيش التحرير بعناصره في الشمال والشرق والوسط والجنوب وبعض القرى الصحراوية إلى تحرير وادي الذهب والساقية الحمراء من السيطرة الاستعمارية الإسبانية. وكرد فعل قوي خاضت إسبانيا وإلى جانبها فرنسا كرد فعل قاس تجاه جيش التحرير، ما سمي بعملية إيكوفيون أي المكنسة باللغة الإسبانية، والتي أدت إلى طحن جيش التحرير بكامله. كيف تم التحضير لعملية إيكوفيون؟ وكيف اشتبك جيش التحرير مع القوات الاستعمارية في هذه العملية؟ وما هي النتائج المترتبة عن عملية المكنسة ترابيا وطنيا وعلى المستوى الإقليمي؟ وما موقف النظام المخزني من عملية إيكوفيون؟ فهل كان هناك خطأ في التقدير من قبل جيش التحرير والمخزن معا؟ وكيف تم طحن جيش التحرير في هذه العملية؟ لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا في هذا النبش التاريخي. إذن إن حدة المقاومة المغربية وبسالة جيش التحرير وعزمه على الكفاح أدى بإسبانيا وفرنسا إلى التفكير بجدية في كيفية القضاء على تلك المقاومة وعلى جيش التحرير، خوفا من تطورها ومن تجذرها بين الجماهير. لهذه الأسباب المباشرة وكذلك الأسباب الغير المباشرة تطلب الأمر اتحاد قوتين استعماريتين الإسبانية والفرنسية مع استعمال السلاح الجوي كأداة فعالة للقضاء على هذا الجيش. وهذا يعني على أن جيش التحرير قد عزم على تحرير الأرض بأي ثمن، كما يعني أن المعركة كانت ضارية وبخسائر في الأرواح والعتاد، ورفض جيش التحرير تخلي عن سلاحه كيفما كان الحال، ولذلك اتجه نحو الجنوب لأكثر من سبب. المحصلة أن عملية إيكوفيون استهدفت بالأساس عناصر من جيش التحرير التي رفضت التخلي عن السلاح أو التخلي عن سلاحها والالتحاق بالجيش الملكي النظامي الجديد والاندماج فيه. وهنا تكمن نقطة الالتقاء بين فرنسا وإسبانيا والنظام المغربي الذي وجدها فرصة سانحة للتخلص من مجموعة من المعارضين في بداية الاستقلال واستكمال بناء أجهزة الدولة ومن ضمنها الجيش المغربي من طبيعة الحال. وهنا برغماتية سياسية، يعني أي واحد يمكن أن يقوم بهذا العمل للتخلص من مجموعة أو من جيش تحرير مناوئ له. انطلقت عملية إيكوفيون وارتكزت على التمشيط المنهجي قصد تطويق جيش التحرير في غضون شهر فبراير 1900
1958، من طبيعة الحال مع منح التسهيلات من القائمين على المغرب لاستعمال طريقة تندوف والتراب المغربي من لدن القوات الإسبانية والفرنسية. هذه العملية يعني باش تشوفوا مزيان، هذه العملية شارك فيها ما يقارب من 15,000 جندي. 15,000 جندي هو رقم ضخم وكبير جدا، و 130 طائرة حربية إلى جانب سفن حربية، إلى جانب مساعدات لوجستيكية، إلى جانب مشاركة فرقة المظليين الفرنسية، وأكرر هذه العبارة، إلى جانب مشاركة فرقة المظليين الفرنسية وتجربتها الغير البعيدة في حرب الفيتنام، وكذلك توفر القوات الإسبانية والفرنسية على خرائط مفصلة عن الجنوب المغربي، بالإضافة إلى تجارب سابقة خاضتها كل من القوات الإسبانية والفرنسية في معارك سابقة في عهد الحماية مع ضد المقاومة المسلحة، بمعنى أن فرنسا وإسبانيا تعرف المكان جيدا وتعرف عناصر جيش التحرير وتعرف القدرات العسكرية لجيش التحرير، لذلك أرادت التخلص من جيش التحرير دفعة واحدة لأكثر من سبب. عملية إيكوفيون من طبيعة الحال لن تنتهي هنا، فهناك من طبيعة الحال أبعاد متعددة لهذه العملية، ابقوا معنا. إذن من نتائج عملية إيكوفيون أنها أسفرت على القضاء على ما يناهز 15,000 ضحية بين شهيد وقتيل وجريح ومغادر لأرضه بالقوة، نظرا لقوة القصف الجوي والتي تبعها كذلك عملية التمشيط الكبرى لهذه المناطق الجنوبية. الخسائر البشرية الفادحة، أكثر من 15,000 قتيل وجريح ومعطوب، بالإضافة إلى تهجير أكثر من 40,000 فروا إلى داخل المغرب، ومجموعة كبيرة هربت إلى الحدود الجزائرية بطشاً خوفا من البطش بها، بالإضافة إلى عدد كبير من الأرامل واليتامى. على المستوى الاقتصادي، تخريب كل الآليات الاقتصادية بالمنطقة من طرق وقناطر، بالإضافة لمحاصرة من أجل محاصرة عناصر جيش التحرير. للإشارة، فهذا الجيش يعني تعداده لا يتراوح 3,000 مسلح، إلا أنه بعد تشكيل جيش التحرير في الصحراء والالتفاف القبائل الصحراوية معه وصل إلى نحو 12,000 فردا، مع احتساب جيش التحرير بالمغرب الشرقي الذي كان يضم 4,000 جندي تقريبا، يقوده محمد الفقيقي بوراس، والذي كان مساندا بقوة للثورة الجزائرية. على المستوى، أعود إلى هذه النقطة، على المستوى الاجتماعي هناك خسائر كبيرة جدا والتدمر لدى الساكنة من جراء هذه العمليات التمشيطية والعنف المصاحب لها. إذن الخسائر البشرية الكبيرة والفادحة في عناصر جيش التحرير، والتي أدت إلى طحنه بالكامل، أدت من طبيعة الحال على المستوى السياسي لوضع مغاير لم يضع النظام المغربي تقديرا له أو حسابات استراتيجية له، وهو هجرة المئات من المعارضين نحو الجزائر ونحو الجنوب ونحو الخارج، وبداية تشكيل جبهة جديدة معارضة للنظام بدأت تتطور رويدا رويدا بين بعد عملية إيكوفيون، يتملكها الحقد الشديد ويتملكها الغبن، ويتملكها كذلك أنها يعني
تريد الانتقام لضحاياها، كيف ذلك؟ هذا ما سنراه. إذن من المفارقات السياسية الكبيرة أن جيش التحرير ضم أقارب وآباء هم الآن في صفوف جبهة البوليزاريو، ومن ضمن هؤلاء محمد ولد حمانة ولد ديوهي والد محمد علي بيبا الوزير الأول للبوليزاريو، والسالك ولد عبد الصمد والد محمد سالم ولد السالك وزير سابق بالبوليزاريو، وحدة والد سيد أحمد مسؤول في قيادة البوليزاريو، وكذلك مولاي أحمد ليلي والد محمد لمين مستشار محمد عبد العزيز، واللائحة طويلة لا مجال لسردها. بالإضافة إلى عمليات الإبادة التي مارستها القوات الإسبانية والفرنسية لعناصر جيش التحرير باستخدام أسلحة فتاكة ومتنوعة، طائرات، سفن، دبابات حربية، وتبعتها عمليات تمشيط كبرى، وكذلك بداية افتعال قضية الصحراء المغربية وتطوراتها اللاحقة. للإشارة، جيش تحرير بالجنوب كان يقوده محمد بن حمو المسفيوي، وكانت قيادته على المستوى السياسي تتكون من محمد بن سعيد أيتيدر وعمر المسفيوي والمرحوم الصحفي اللاجئ بالديار الفرنسية محمد باهي، والذي عاد إلى الوطن واستلم جريدة الاتحاد الشراكي في عهد اليوسفي، وكذلك كانت القيادة العليا لجيش والذي ترأس يعني محمد باهي والذي ترأس القيادة، كان كاتبا للقيادة العليا لجيش التحرير بالجنوب. خلاصة القول أن عملية إيكوفيون هي عملية شديدة التعقيد في منطلقاتها، في أبعادها، وفي تراكماتها السياسية، خاقت وضعا مأزوما في الأراضي الجنوبية للمغرب، ودفع المغرب الثمن غاليا يعني في لحظة تاريخية سنة 1958، سواء بالتقاعس سواء بالتسهيلات التي قدمها للقوات الإسبانية والفرنسية، ولم يتم التفكير في أبعادها بالشكل المطلوب. نأتي إلى نهاية حلقتنا، شكرا لتفاعلكم وتعليقاتكم وكذلك تنبيهاتكم وإضافاتكم النوعية والقيمة، كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى لقاءات متجددة بحول الله. لا تنسوا دعم القناة، كل المحبة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.